على الحاكمة وعدهم 25 محل بسوق واقف، إيجار المحل الواحد 30,000 دولار بالشهر. ولأول مرة راح أطلق قصة مشاعل القطرية. شباب يوم من الأيام جاي افتار، شباب البلماني يعرفون الجاي سولف في منطقة اسمها هانوفر، جاي اتمشى بهانوفر. تعرفون انت المكاتب الصحية مال الخليجين بالمانيا متوزعين، هايدلبرغ، نورنبرغ، منشن، بون، دوسلدورف، كولن، هانوفر. مرات يروحون الهامبورغ على البحر. جاي اتمشى، جت اتمشى انا ولد لحد انا اتذكره، الولد رجع للعراق، هافال كردي فيلي، تحياتنا له، اسمه هافال جانكي. جاء اتمشى انا وهافال، قال اقول لك، قلت له شكو هو يحكي، قال ابو عديد جاي تبوع عليك، قلت له من هي؟ قال ذيك، انا والله ما منتبه يا شباب. باوعت لقيت لك ذيك الدنقه الطويله شباب، مطلعه بس العيون، الكحله، العطر يركض وراها، حاطه عطر اسمه غلا زايد، وهاي هم جد دعايه للعطر ببلاش. عطرها 5 كيلو تشتم العطر مالتها. طبت على مطعم يشتغل بيه ولد من أهل النجف اسمه محمد اللهابي. محمد اللهابي قلت لك هي راحت سوت النهيجي، يعني فرت الجبة مالتها، ضربت الجنطة، كانت وياها بنية صغيرة وانا شوية سمرة خطية مسوية قصايب. قلت لها امشي امشي أباتش، امشي جزاك الله خير. كانت تجر البنية من قصيبتها، كانت قلها شعري 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 شعري، تعصبت. جات تعتقد بالمطعم، المطعم بيولد اسمه محمد اللهابي من اهل النجف يعرف الجاي يسولف. قام محمد اللهابي قال شكو واحد كان قاعد بالمطعم ومص على لفه هاي، قال له قوم اطلع برا. قال له شكو؟ قال جت الشيخه. اباه على محمد اللهابي يركض قدامها، طال عمرك طال عمرك طال عمرك، دشيني جت الشيخه، ودي الشيخه. قلت له محمد باع على هاي؟ قال تعرفها؟ قلت له لا والله بس باوعت علي. قال لا هي عندها دوره حسن، ما تقصد تباوع عليك. كانت تقول له دورة حسن بعينك. قلت له محمد، قلت له قل لك انت عيونك ايش قد حلوات. حكت وياي قالت لي شوني من احكي عراقي. قلت لها شربك على راسي. قالت اقدم لك نفسي، انا مشاعل من قطر، مشاعل من قطر، من بيت تميم، وحتى الباب الشقه مالتهم كاتبين عليها وحاطين صوره كاتبين تميم المجد. والشباب اللي بقطر جماعه السوق واقف يعرفون الجاي سولف. قالت انا اباك، ابي اتزوجك، لكن انا ما لي عيشه بالمانيا. قلت لها والله انا ما اقدر اطلع من المانيا وما مفكر بالزواج، قررت وحدك. قالت انا ارمله. بوقتها كان زوجها رايح للعراق، ما ادري وين رايح، على صحراء من الصحراء الدول العربيه، صيد صقور وضاربينه صجمه براسه وميت. قالت ما عندي غير هاي الطفلة. قالت أخلي لك خدامات بنجلاديشيات ودراول وزلم عليها العتب تتخدم عليها. قالت بس طالبة رضاك. قالت أبي منك بس كلمة تم. باكر نكمل القصة، باكر نكمل القصة. تفاعل ماكو باللايف، تفاعل ماكو. باكر نكمل القصة شباب. أبو شاهين باكر. أوكي. نسوي تصويت، نسوي تصويت. الحاصل كانت بوقتها شباب والله مالكم علي يمين رمضان. قلت لها ايش عجب بالمطعم يعني ما صايمة؟ قالت عندي الشغلات اللي موجودة عند النساء، البنات يعرفون الجاي سولف. قلت لها أهلين وسهلين. والله ورا 3 أيام 4 أنا أخذت رقمها وأخذت رقمي. محمد اللهيبي قلت له باع لهاي؟ قال إيه. قال مشاعل لا صارت إلك، العراق كله سوي جنة بفلوسه، لأن القطرين تعدادهم 800,000 زائدا الباقين كلهم أوسلندر هنود وبنغلاديش، هم بس 800,000. قالوا هاي من العائلة الحاكمة
وعدهم 25 محل بسوق واقف، إيجار المحل الواحد 30,000 دولار بالشهر. حاصل شباب، لا أقول لك ولا تقول لي. قالت أبو شاهين خلينا نتعرف على بعض أكثر، أباك السافر معاي على قطر. سوت له دعوة وها رحت وياه القطر، قالت أبي أخذك طرة على سوق واقف. طبينا إياها على سوق واقف. قالت ها نسيت. قلت له شكو؟ قالت اكو واحد ابو شركة مصري مسوي لها عقد مال ايفون. والله يا شباب مالكم على يمين. قالت سوالي عقد مال ايفون، سحبت الايفون، خلص القصد مالته. تقوم هذا المصري بيع العقد الغير واحد، قالت انا جاي ادفع مال اثنين. كل ما اطب على المكتب يقولوا لي جيب على ما يجي ابو الشغل. قالت وهذا عايش هيك ياخذ عقد من هذا ودي العقد لهذا، وقالت امال يوصل اوصل وهو ما موجود. بكتها والله يا شباب. قلت لها العبرة مو بالآيفون ولا على مود عقد لوشي، بس أنا ما أحب الغدر وما أحب واحد يستغفل واحد. قالت خلص تركة. قلت لها بد ما تركة. قالت ابن العراق أدري بيك، رأسك حار ودمك حار وأبو غيرة، وإحنا نعرفكم من أيام اللي رفع علم العراق على ملعب قطر من تحركة الغوة الجوية، طلع الشيخ تميم بعظم ترفع علم العراق. قلت لها كفيلك لا إله إلا الله، ألا ما أرجع المصري للصعيد وأحمق ويفرعون اليوم هذا شاربه مو عليه. شباب جان ولد قال لي في حاجة، أنا ابن الشرقية. قلت له أنت ابن الشرقية وأنا ابن الناصرية. صعد الصور نزل الدنابك صلى على محمد. قال اللهم صلى على محمد سيدنا النبي. طب قعد. قلت له وين هذا صاحبك أبو المحل؟ كان يشيل التليفون يتصل علي. أكو فوق المحل مثلي يسموها بالعراق الطبقة غرفة، ترى هذا خاتل فوق يباوع. قلت له اليوم أكسر المحل على رؤسكم. قال إحنا نحب صدام حسين، إحنا اشتغلنا بالعراق، عدنا بناية بمصر، هذا من خير العراق وخير يعني هذا من فضل رب وفضل العراق. قلت له المحل أكسر على رؤسكم اليوم، منو أنت اليوم وتأخذ العقد على مشاعل عقد مال آيفون 3 مرات تخليها تدفع قسط؟ قلت له وهي مو بحال العقد، بس أنت مسوي أمور قانونية. كان ينزل ذاك أباوع لك واحد راسه هي الشباب أسود مزين شواربه عيونه مبطبطة لابس نظارة طبية، وخرت النظارات من عنده قام يسوي هيش طلع ما يشوف، النظر مالته واحد فقط، وخرت النظارات قام ما يشوف. كان هبدأ بعجل قال له في إيه يا محمد هبدت بعجل؟ قال له أصلا أنا مع رامز، أنا في مقلب مع رامز. إيش عبالهم؟ عبالهم مي هذا رامز قرش البحر مسوي لهم مقلب. قلت له لا مو رامز، لا رامز قرش البحر. قلت له جاك القرش بعظمته شباب، بطب على خوانيقة ولك طب عظة منه. أنا كان يقول عاوز إيه عاوز إيه. قلت له عسر يوقع. قال ما شوف بس لبسنا النظارة، حط النظارة في عيني، حطيت النظارة بعيني كان يوقع العقد 3 عقود. قالت بحياتي ما شفت هيج أسد هايج عليه تقصد وحق لا إله إلا الله. قالت ما شفت هيج أسد. كان رأسين تقوم تبكي. قالت مستعد أعيش بالعراق، مستعد أعيش بالعراق، أباك فديتك، فديتك يا مينون حرام عليك ذبحت. تبكي بكي شباب. قلت لي ليش تبكين؟ قلت لها أنت مو إلي. قالت أتزوجك حتى لو الرابعة واشتغل خدامة جوا رجلك، بس أريدك تقول إيه. وهي مرة محمد كفيلك لا إله إلا الله 10,000 شاب مستعد، ذول اللي يطلعون موديلات 10,000 شخص السطر قدامها يوقعون من درجة جامعة سامرة خمرية حلوة العيون كحيلة الطول الجسم وناف 5 وبوتكس بلبنان 87 دفتر. طبيت على بيتها بقطر شباب فيلا 15 دونم كله مزارع مال حصن، مزارع مال حصن، ويسوون المسابقات مال البعران بالحديقة مالتهم. وبالليل صارت رقضة نزلت هليكوبتر بالحديقة. قلت لها منو؟ قالت اجا شيخ تميم تقهوى معانا. أباوة عليه قاعد قدامه طويل. قالت له عرفت من هو؟ قالها من هو هذا؟ قالت له هذا العراق اللي سوى هاي الشغلة اليوم طلعوها بالأخبار. قال والله والنعم مو غريبة على العراق، نعرف العراق من أيام 91، من أيام 95 موقف اسطول البحري اسطول الجوي لين انضرب لاعب عراق راشدي، والنعم من العراق.
شباب كان يفتح لي الجنطة بوقتها كان صاعدين قلت لك طبقة الطيارة فتح لي الجنطة مال الطيارة باب مال الطيارة شال هاي البطانة مال الدفاتر هيك مصفطة قال استر علي هالله يستر عليك قال عد استعداد اروح للعراق اسوي مشكلة ويا عشيرتكم على مود عشيرتكم تجي علينا تاخذ من عندنا فصلية واعطيهم مشاعر لين حبتك تباك قلت له ابد قال ليش قلت له قلبه ما هواه سبحان الله مرات الانسان ايش قد ما يعني يكون معجب بيك هو هذا الحب اللي من طرف الواحد يكون قاتل قال املكك مال هارون وقارون بس وافق مستعد اروح على عشيرتكم واتعارك وياهم ويجون ياخذون من عندنا فصليه واقدم لهم مشاعل قلت له ابد والله يا شباب مالكم